دايما بنسمع جملة العمر مجرد رقم، احنا اللي بنحدد ان كان عمرنا بالفعل ليه معنى او لا. العمر بيتقاس بالانجازات اللي احنا عملناها، بالحياة اللي احنا عشناها والتجارب اللي احنا عدينا بيها. دلوقتي احنا معانا حكاية الحاجة حياة مصطفى اللي بتعتبر نموذج للإصرار على التعلم، إثبات المبدأ اللي كنت بتكلم مع حضراتكم فيه ان العمر مجرد رقم، بعد ما قدرت انها تحصل على شهادة محو الأمية في عمر 65 سنة، رغم بقى كل الصعوبات اللي مرت بيها، لكنها كانت مصرة على إنها تكمل تعليمها. رحبوا معنا بالحاجة حياة مصطفى، بنصبح عليها، بنقول لها صباح الخير عليكي. ويمكن يعني قصة التفكير في التعليم في سن، يمكن ناس كتير بتقول إحنا عملنا كل حاجة، فكرة غريبة شوي. كنت عايزة إيه إنك تتعلمي؟ يعني إصرارك على أنك تاخدي الشهادة في عمر ناس كتير بتقول أن إحنا خلصنا خلاص حياتنا، إيه هو كان السبب؟ السبب ألو؟ أيوة سامعك يا حاجة. السبب أن أنا كنت لما أمشي في الشارع ما بعرفش أقرأ اليوفط، ما بعرفش يعني فوارق، ما بعرفش أقرأ فيها، ما كنتش بعرف أي حاجة نهائي كده. بس الحمد لله رب العالمين سمح عن المبادرة اللي هي الاجتماع والتضامن والاجتماعي، فرحت. فقعدوا يهبطوني، يعني هو بعد ما شاب راحوا كتاب ومش عارف ايه، رحت قلت لا، ده ما ملهوش دعوه بده. وصريت الحمد لله ان انا اتعلم على اساس ان انا اقرا في المصحف، لان كنت لما اخش الجامع الاقي كل الناس ماسكه المصاحف الا انا. فطبعا الواحد كان بيبقى زعلان وكده. فاول ما سمعت عن المبادره دي الحمد لله دخلت، الحمد لله قرات، الحمد لله، ومش قادر اقول لك على قمه السعاده اللي انا فيها وعلى الانبساط اللي انا فيه. وكمان لما خدت الشهاده وربنا كرمني بنفس ما شاء الله زي العسل، ومشرفه جميله جدا جدا جدا، مس انوار ومس خيريه، اللهم صل على النبي، صراحه يعني وقفوا جنبي والحمد لله رب العالمين، الحمد لله. طيب يا حاجه حياتي، يعني احنا فخورين بيكي جدا الحقيقه. ربنا يسعدك. وحتى يمكن الجمله اللي كنت دايما بتسمعيها بتاعت بعد ما شاب ودوك كتاب دي، صدقيني هتلاقي ناس بتحسدك على اصرارك وعلى شجاعتك وعلى اللي انت حققتيه. دي حاجه كبيره قوي يا حاجه حياتي. يعني يا حبيبي ده ان شاء الله باذن الله. انا بس يعني انا كنت هستمر، بس اللي اخرني ان انا معايا طفلين صغيرين، ولاد اخويا مامته متوفت، فيعني هم دول الاخرين. بس انا ان شاء الله هستمر، وبرده ما زلت هتعلم برضه. لا يعني انا متاكده ان انت هتكملي، ومتاكده كمان ان انت هتفيدي ولاد اخوكي بالشهاده دي. بس احكي لنا يا حاجه حياه بقى، يعني بعيدا عن المضايقات اللي كنت بتقابليها والجمل الصعبه اللي كنت بتسمعيها دي، ايه كمان الحاجات الصعبه اللي انت عديتي بيها؟ ايه الحاجات اللي انت كانت تحديات او مواقف بايخه بس خلتك ان انت لا انا هتعلم وهحقق لنفسي فيه وهعدي كل الكلام ده؟ ايوه اول ما كنتش اعرف. بس انا هستاذنك يا حاجه حياتي توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون. حاضر على عيني. حاضر. يعني انا ما كنتش اعرف اقرا الدواء، ما كنتش اعرف كده. دلوقتي الحمد لله يعني دلوقتي بقرا الاسامي بتاع الدواء وبعرف التاريخ، والحمد لله. يعني مش قادر اقول لك العلم ده حاجه جميله خالص. جميل طبعا. جميل جميل. يعني عند اللي يفهم سواء كبير 70 سنه 50 سنه ان شاء الله حتى يكون 100 سنه طبعا، وما فيهاش فاهم نهائي، لا يروح ويتعلم. مفيش حد كبير على العالم، دايما بنقول كده. لا لا طبعا، البني ادم يفضل يتعلم لحد اخر يوم طبعا. والله وانا اصريت ان انا اتعلم، واصريت ان انا وكنت بسهر الليالي والله علشان خاطر احفظ الدرس مره واثنين وثلاثه. والابله تكلمني بتقولي لو في حاجه تعالي وانا اقولها لي. والحمد لله. يعني ايوه قابلت مضايقه كتير، بس برضه اللي في مخي مشيت والحمد صحيح. لله رب العالمين. اديني بكتب زي ما حضرتك شايفه اهو، واديني بقرا زي ما حضرتك شايفه اهو، والحمد لله. وفينا في البيت برضه بعلم ولاد ابن اخويا الصغيرين التانيين، والله ومش قادره اوصف لك على الفرحه اللي انا فيها طبعا، وخصوصا لما خدت الشهاده. يا رب دايما يا حاجه حياه مبسوطه. قولي لي يا حاجه كلميني عن الرحله. يعني انت اخدتي قد ايه في فصل محو الاميه؟
بدأت ازاي؟ وصلت لايه؟ ايه التحدي؟ اخدت الشهادة امتى؟ يعني الرحلة كانت عاملة ازاي؟ والله ان انا خدت برضو فترة جامدة، خدت فترة جامدة ان انا اروح واتعلم واسيب البيت وكده. كانت ست مرات اخويا كانت تعبانة فكنت اعجلها، فما كنتش وانا كنت بروح وبقطع، بس كان في مخي يعني اجي بالليل بعد ما اخلص. يعني قعدت قد ايه مثلا؟ في التعليم قعدت قد ايه؟ يعني قعدت حوالي سنتين ثلاثة كده. سنتين ثلاثة. بس الحمد لله. تقطعي وترجعي، تقطعي وترجعي. ده كان غصب عني. أي. بس الحمد لله رب العالمين، ربنا وقف معايا والحمد لله دلوقتي زي ما حضرتك شايف هوتي. يعني المصحف ده ما كنتش اعرف اقرا فيه نهائي نهائي. دلوقتي اللهم صل على النبي انا وصلت للجزء الثاني والحمد لله رب العالمين. مش قادره اقول لك على كلمه الفرحه اللي انا فيها. طب وليه حاجه حياه بقى، يعني الناس اللي قالت لك الحاجات اللي ضايقتك دي دلوقتي بعد ما انت خدتي الشهاده وبقيتي قادره تقراي وتكتبي، ايه تعليقاتهم بقى حواليكي؟ هل في حد هو ايه تعليقاتهم دلوقتي؟ بتساعدي حد ان هو يقرا حاجه؟ بتساعدي حد انك تقري له حاجه؟ ايوه امال ليه. يعني في الست اللي قدامي ساعات بتبعت لي بنتها اقرا لها القران واقول لها الحروف. يعني اول ما كنتش اعرف خالص. احتاجوكي بقى يا حاجه حياه دلوقتي. ايوه طبعا امال ليه؟ امال ليه؟ امال ليه؟ طب نفسك في ايه يا حاجه حياه؟ يعني بعد ما قدرتي ان انت تقري وتكتبي، انت بتقولي ان كان حلمك ان انت تقري كمان في المصحف، حققنا كل الحاجات دي. الحمد لله. نفسي كمان اتعلم إيه تاني؟ نفسي اتعلم. لا نفسي اتعلم تاني ولسه عايزه نفسي اتعلم. يعني مش قادره اوصف لك انا ده العلم النور وانا عايزه اتعلم. انا نفسي اتعلم بس ادي اللي انا عايزاه. انا نفسي اتعلم كده وحاجه حلوه لان العلم ده عند اللي يعرفه حاجه كبيره خالص صراحه. يعني طب وعايزه تقولي حاجه للشباب الصغير؟ يعني انت عندك النهارده 65 اللي ما اتعلمش تقولي له ايه؟ المبادره بتاعت وزاره التضامن دي عامله ازاي؟ ببلاش ولا بفلوس؟ يروح يعمل ايه؟ لا 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 ببلاش والله. والناس اللي فيها اللي بتعلم دي حاجه مش قادره، حاجه ظريفه وحاجه جميله. والمس بتاعتي مس بالها طويل يعني. الكلمه اللي ما اعرفهاش انا فعلا خدت وقت على ما اتعلمت لان المخ بعد كده بيقفل. بيقفل. فالحمد لله الست كانت والله يعني مش قادره اقول لك كانت يعني صبور. بالها كان طويل. ايوه بالها كان طويل. وتقول اللي ما تعرفوش قوليه وانا اعيده لك تاني، قوليه وانا اعيد. والحمد لله والله مش قادره اقول لك على كلمه الفرحه اللي انا فيها قد ايه. ربنا يفرح قلبك دايما يا حاجه حياه وتحققي كل اللي نفسك فيه. واحنا فخورين بيكي جدا جدا جدا، وانت نموذج الحقيقه محترم جدا. وبالعكس احنا نفسنا كمان نشوف ناس كتير كده تعمل زي الحاجه حياه مصطفى. بنشكرك شكرا جزيلا الحاجه حياه مصطفى الحاصله على شهاده محو الاميه في عمر ال 65.